أقيم في جمعية دارات سمير شمة للمسنين مبادرة فاضلة تحت عنوان مسنين بلا حدود، تحت رعاية وحضور سمو الأميرة بسمة المعظمة. الهدف من هذه المبادرة هو دمج المسنين مع المجتمع المحلي وتشغيل المسنين المتقاعدين ضمن برامج تطوعية. الحملة بكل بساطة إنه إحنا المسن لما بيطلع على التقاعد بوصل لمرحلة إنه عنده وقت فراغ كبير، فعم بتتراجع قدراته الذهنية وقدراته الجسدية وبدخل في حالة اكتئاب. إذا تركناه قاعد في البيت وما بيعمل أي شيء فبنخسره، وبصير إنه هو عم بيستنى الموت مش عم بيعمل إشي جديد. مبادرة مسنين بلا حدود إنه نستغل الطاقات اللي موجودة عندهم، على أساس إنه عملنا شراكات مع مجموعة من المؤسسات الوطنية زي مثلاً وزارة الصحة، وزارة التنمية، وزارة الزراعة، وزارة التنمية اللي زي ما حكينا، وعندنا المركز الوطني لحقوق الإنسان، المركز الوطني لشؤون الأسرة، مجموعة مراكز كمان، عشان نحول هاي المراكز لمراكز مجتمعية، عشان يتم إنه الاستفادة تكون مشتركة، إنه نستفيد من الطاقات اللي موجودة داخل هذول المسنين وخبراتهم الكبيرة، وبنفس الوقت إنه نفتح المجال لهذول الناس إنه يعبوا وقتهم بالمراكز هاي. تركز المبادرة على تغيير حياة المسنين المتقاعدين عن طريق إشغال وقتهم للتخلص من أوقات الفراغ والمحافظة على قدراتهم الذهنية والعقلية والجسدية. فبلدنا يحتاج إلى طاقات كل أبنائه، رجالاً ونساءً وشيوخاً وشباباً وأطفالاً. هذه المبادرات يجب أن تعمم على جميع دور المسنين في المملكة. ليه؟ لأنه المفهوم الشائع عن دور المسنين بأنه عبارة عن مقبرة، يعني موت وأنت قاعد. يجب الاستفادة من كل الخبرات اللي لدى المسنين، لأنه عندهم مخزون يعني وطني، مخزون علمي في مجال تخصصهم. تعمل الحملة على تقوية برنامج خدمة المجتمع المحلي في المؤسسات والوزارات، بدمج المسنين المتقاعدين بالمؤسسات كعمل تطوعي لنقل خبراتهم إلى الأجيال القادمة. وزارة الصحة تعطي اهتمام كافي للمسنين، حيث أن النسبة المئوية للمسنين فوق 60 سنة وصلت إلى 5%، ومن المتوقع أن تتضاعف هذا في خلال 10 سنوات. الأمر الذي حدا بوزارة الصحة أن تعطي اهتمام لهذه الفئة. أول الاهتمامات لوزارة الصحة هي المكرمة الملكية بإعفاء والتأمين الصحي الشامل لكبار السن كافة فوق 60 سنة في كافة مستشفيات ومراكز الصحية لوزارة الصحة. الآن تعكف وزارة الصحة على تأهيل كوادرها الصحية لكيفية التعامل مع المسنين عند زيارتهم للمراكز الصحية والمستشفيات، وبدأت فعلا هذه المبادرة بالتعاون مع دارات سمير شمة، اللي هو هذا اليوم احنا موجودين، ويرعى افتتاح هذه المبادرة رعاية كريمة لسمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة. قالت سمو الأميرة بسمة أن مبادرة مسنين بلا حدود تعبر عن الإيمان باستمرار قدرة الإنسان على العطاء مهما بلغ من العمر، وتطلق طاقات الرجال والنساء الذين حافظوا على تراثنا وهويتنا. تعتبر هذه المبادرة وقفة للنظر في وضع هذه الفئة الذين هم آباء وأمهات ويحتاجون فقط للعطاء المعنوي، لأن الإنسان أغلى ما نملك. أيمن الحمود، رؤيا. Thank you.